الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ رسالة ونصح الأمة وشاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي الكريم، واحشرنا تحت لوائه يوم الدين، ولا تحرمنا ملاطفته في الجنة يا ذا الجلال والإكرام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أنا. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال صلى الله عليه وسلم: فمن أطعم اليوم منكم مسكينا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت بامرئ إلا دخل الجنة. صدق رسول الله، الحديث صحيح رواه مسلم. المعنى: النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا مع الصحابة رضوان الله عليه في وقت من الأوقات، ربما حسب الحديث ربما بعد صلاة العشاء، فكان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم على أربع أعمال، سأل هل فعلها أحد من الجالسين من الصحابة، فبدأ السؤال عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم اليوم صائما؟ وشكون اليوم صام هذا النهار تطوعا؟ من أصبح منكم اليوم صائما؟ فتكلم الصديق رضي الله عنه، أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فقال: أنا. يعني أنا يا رسول الله اليوم أنا مسكت. والصيام التطوع هو الزائد عن صيام رمضان. الله سبحانه وتعالى يوم القيامة أخواني الكرام يحاسبنا على الفرائض، يحاسب الله تعالى العبد على الصلاة، ويحاسبه على الصيام، ويحاسبه على الزكاة، ويحاسبه على الحج. فيقول الله تعالى للملائكة لما يحاسبنا على الصلاة: إذا وجد فيها نقصا، صلاة هذه جاء فيها نقص، وش يقول رب سبحانه الملائكة؟ يقول الله تعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع. يقول رب سبحانه الملائكة: شوفوا العبد هذا كش ما عنده صلوات، يعني نوافل صلاها، فصلوات النوافل يعني الصلوات الزايدة على الصلاة المفروضة على الصلوات الخمسة، صلوات النوافل فإنها تجبر كثرة الصلوات الخمسة المفروضة. صلوات هذه تاع النوافل ولو ركعتين تاع تحية المسجد ولا الشفع والوتر، هذه كلها من صلوات النوافل. الصلاة اللي نصلوها بعد الظهر ولا قبل الظهر ولا قبل العصر ولا بعد المغرب ولا صلاة التراويح تاع رمضان ولا قيام ليل، هذه كلها صلوات نوافل. فربي سبحانه لما يجي يحاسبنا على صلوات الفرائض إذا وجد فيها نقصا وش يزيد يشوف؟ يشوف أن ربي سبحانه يقول للملائكة: انظروا هل لعبدي من تطوع، شوفوا كش ما عبدي عنده صلوات أخرى زائدة تاع نوافل باش نغطوا له بها نقص تاع صلوات الفرائض. ربي رصنا بعيون إن شاء الله. ثم الصيام، يجي ربي سبحانه يحاسبنا على الصيام، فإذا كان صياما تاما يعطي الأجر سبحانه وتعالى بغير حساب. ثم إذا وجد فيه نقصا صيام رمضان وش يقول رب سبحانه الملائكة؟ انظروا هل لعبدي من تطوع، شوفوا عبدي هذا كش مصام أيامات أخرى، كش مصام عاشوراء، كش مصام
يوم عرفة كشمسام الستة من شوال كشمسام الأيام الضيف كشمسام يوم واثنين وخميس إلى غير ذلك. فهذا صيام التطوع يشبر النقطة والخلل اللي كان في صيام رمضان. كذلك الإنسان المزكي عندما تزكي أخي الكريم ربي يبارك لك في مالك إن شاء الله ولذاتك كي تخرج الزكاة لا تخرج الزكاة بالسنتيم بالفاصلة بالمية فرنك كما نقول احنا بالواحد دينار فرنك تاع فرنك على يزيد الإنسان شوية يزيد من الصدقة فلعلها تشكر نفسك او خطأ في الزكاة ربما تحسبت حاجة ما حسبتهاش اصلا وحسبت الزكاة تعب وكان فيها خلل في الحساب فتلك الصدقة اللي زايدة على الزكاة فانها تجبر كفر الزكاة. كذلك الحج الانسان يحج واذا وفق ربي سبحانه بعد خمس سنين بعد ست سنين يزيد يدير حجة اخرى او يدير عمرة اخرى او يدير افعال من تطوع فلعل الله تعالى يجبر له بها كسر تلك الفرائض. اذا نرجع للحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم من اصبح منكم اليوم صائما وشكون اليوم صام وصيام يوم في سبيل الله يبعد الانسان عن جهنم 70 عاما. ها واحد سوءه يبعد على جهنم 70 عاما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابو بكر الصديق رضي الله عنه انا يا رسول الله انا سبت جد النبي صلى الله عليه وسلم فمن تبع منكم اليوم جنازة شكون يتبع اليوم فيكم جنازة واحد دفنت واحد ميت. فقال ابو بكر الصديق رضي الله عنه انا يا رسول الله انا يوم سهل يا ربي تبع جنازة واجر جنازة لما تحضر صلاة جنازة عند الفراق من الاجر لما تحضر الدفن عند الفراق لما تحضرهما معا تحضر الصلاة جنازة وزيد تقعد حسني مثل الميت عند الفراقين الفراق مثل جبل احد من الحسنات ربي تقبل منهم ان شاء الله. فقال ابو بكر الصديق انا يا رسول الله اليوم سهل يا ربي احضر جنازة دفتع واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن اطعم اليوم منكم مسكينا مش كل اليوم تصدق على واحد فقير مسكين جعان وقلوا تصدق عليه من اطعم مسكين. فقال ابو بكر الصديق رضي الله عنه انا يا رسول الله. جاءت النبي صلى الله عليه وسلم السؤال الرابع الاخير قال فمن عاد منكم اليوم مريضا شكون اللي راح يطلع على مريض اليوم. فتكلم الصديق رضي الله عنه انا يا رسول الله. وعيادة المريض قال النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الحديث ان الانسان الذي يزور مريض اذا زرت مريضا في الصباح راح تطلع على واحد في الصباح يجعل لك الله تعالى 70 انت ملك يدعون لك بالخير والرحمة والمغفرة من الصباح حتى المساء 70 ألف ملك يدعون لك بالرحمة والمغفرة. عجل واش رحت المريض 5 دقائق 10 دقائق كيف حالك واشرق شوية ان شاء الله لا باس لا هو ان شاء الله ربي شفيك ربي عافيك واصبر وتجي مروح الاجر تاعها وشي اجرها 70 ألف ملك يدعي لك بالرحمة والمغفرة في الصباح في المساء. صليت عليه في المساء من المساء حتى غدوة الصباح ليل كامل 70 ألف ملك يدعون لك بالرحمة والمغفرة ربي شافي كل مريض ان شاء الله. فشوف ابو بكر الصديق رضي الله عنه 4 اعمال و4 خصال يتكلم عنها ويسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم من فعل هذا وشكون اليوم ولا اصبح صائم. قال ابو بكر الصديق انا يا رب انا. من اطعم اليوم من اطعم او تبع منكم اليوم جنازة قال ابو بكر الصديق انا. من اطعم منكم اليوم مسكينا قال ابو بكر الصديق انا. من عاد اليوم منكم مريضا قال ابو بكر الصديق انا. ما هو الاجر وش الاجر تاع الانسان اللي جبنا فيه 4 خصال هذه نتكلم عليها ان شاء الله في الفصل الثاني. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسأل، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه فاز بهذه الخصال الأربعة في يوم واحد. مش كل يوم صار فيكم يسأل في الصحابة، مش كل يوم صح صائب؟ قال أبو بكر الصديق أنا. مش كل يتبع اليوم جنازة؟ قال أبو بكر الصديق أنا. من أطعم اليوم منكم مسكينا؟ قال أبو بكر الصديق أنا. من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر الصديق أنا. الآن الجائزة، الآن المكافأة والأجر من الله سبحانه وتعالى. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعت الأربعة هذا، ما اجتمعت وشهما؟ صيام تطوع، اتباع جنازة، أحفظهم بارك الله فيكم، على الأقل الإنسان يخرج بفايدة من الجمعة. صيام تطوع وحضور جنازة يعني تحضر دفن تعميد وإطعام مسكين وعيادة مريض، أربعة هذا، أربع حوايج. صيام تطوع اتباع جنازة إطعام مسكين وعيادة مريض، طلع لواحد مريض. ما اجتمعت في امرئ، يعني تجمل الأربع خصال هذا وأربع أعمال في إنسان ساهم في نهار واحد، في يوم واحد سهل ربي سبحانه كان صايم وتبع جنازة وأطعم مسكين وعاد مريض. وش الأجر؟ ما اجتمعت في امرئ إلا دخل الجنة. يصبر كلامك. إلا دخل الجنة، قال العلماء. وش معناها دخل الجنة؟ يعني جعل الله تعالى من يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب. إذا ربي تقبل منك هذه الأعمال في أربعة، جعلك ربي سبحانه من أهل الجنة اللي يدخل الجنة بلا حساب ولا عقاب. لو كان يقبل عليه ربي يتوفى يروح مباشرة الجنة. نذكروا بها، احفظوها. صيام تطوع، اتباع جنازة، اطعام مسكين، وزيارة مريض. دوك يقول واحد انا كيفاش نجم، كيفاش نجم نجملها، كيفاش نجم نجيبها؟ ما مش بيدك، ليس بيدك انت، لكن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. يحاول الانسان يديرهم ولو مرة في العام. انا اقول لك كاقتراح مثال، لا اله الا الله إنسان يسمع بالله غدوة كاين جنازة، واحد توفى اليوم في المسافة وغدوة تدفين نتاعو، فالإنسان غدوة يصبح شايف لأنه إن شاء الله هذا الجنازة يحضرها إذا كنا من أهل الدنيا. هذا هو الحق. إذا سمع الإنسان بالله كاين جنازة كاين دفن في وقت مسبق، ينجم يصوم يصبح شايف أو يحضر جنازة وراح شايف، يتصدق على فقير ولو يطعمه ولو بخبزة، تصدق على مسكين ولو بقليل من الطعام فتطعم مسكينا. وشوف واحد مريض طلع عليه، فتجتمع لك هذه الأربعة إن شاء الله، فربي يتقبل منا ومنكم إن شاء الله، فلعل الله تعالى يقبل منك ويدخلك الجنة بلا حساب ولا عقاب. الآن النقطة الثانية، لما كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وش كان يقول؟ كان يقول أنا. هل قال والعياذ بالله من كلمة أنا؟ هل يقولها؟ كل يقولها، في الكبير في الصغير في المستقر في ربي بصنا بعيوب نساء، احنا هذه وكل يقولها، يقولوا أنا والعياذ بالله من كلمة أنا. يعني أنت تتصور لو كان هذه الكلمة، كلمة أنا هذه فيها خطأ، كان يخليها النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا ابو بكر الصديق وش راك تقول؟ ولا ابو بكر الصديق علاه ما قالش؟ من قال النبي صلى الله عليه وسلم من اصبح منكم اليوم صائما، علاه ما قالش ابو بكر الصديق انا والعياذ بالله من كلمه انا اصبحت صائما؟ فقال ابو بكر الصديق ربع مراته يعود فيها انا. من اصبح منكم اليوم صائما؟ قال انا فقط، انا. الحديث صحيح رواه مسلم. من عاد منكم، من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا، ولم يقل والعياذ بالله من كلمة أنا. فكما قال الشيخ البشير إبراهيم رحمة الله عليه في مقدم التفسير تعبن بنيس، قال أنا
قال كلمة أنا ولا أقول العياذ بالله بكلمة أنا. فالإنسان عندما يتكلم عن نفسه يقول أنا ليس داعي، ليس هناك داعي لأن يقول والعياذ بالله بكلمة أنا. ربي بصرنا بعيوننا إن شاء الله، وربي يتقبلنا منا ومنكم صالح الأعمال. أفضل سبحانه وتعالى أن أخطأت من خلفي الشيطان. الله أرجو في هذا اليوم المبارك أن تأخذ علينا ذنبا إلا غفرته. الله فقه ذنوبنا واستر عيوبنا وأمن روعاتنا واستر عوراتنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمؤمنين يوم قيام الحساب. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا الحلال الطيب وبارك لنا فيه.